ينضم إلينا من أمام القنصلية المصرية في دبي عبد الله المطوع مراسل الحدث. أهلا بك، بل ربما في داخل القنصلية أيضا. هل ما زال الإقبال على حاله يعني من قبل المصريين للإدلاء بأصواتهم؟ محمد، نعم، لليوم الرابع على التوالي تتواصل عملية التصويت للمنتخبين المصريين في الخارج، وبالتحديد نحن الآن في القاعة الداخلية للقنصلية العامة لجمهورية مصر في دبي. الساعات الصباح الباكرة اليوم شهدت يعني إقبال ضعيف جدا، لكن من بعد الظهر تزايد عدد الإقبال، والمتوقع بأن تتزايد في الساعات القادمة، لأن اليوم هو أول يوم عمل في الأسبوع في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نحن نلاحظ مثل ما تشوفون الصورة يعني في تزايد، ربما دعنا نرى أكثر إذا كان بالإمكان الصورة. لكن لم نعم أترك الصورة للمصور ليرينا بعض العدد المتواجد هنا. يعني ربما تلاحظ أن كثير من المتواجدون هنا يعني بعد عملهم وهم يرتدون ملابس العمل يأتون لإدلاء بصوتهم تخوفا من الازدحام الذي تشهده الساعات المتأخرة من اليوم والساعات التي تسبق الساعة 9 لإغلاق صناديق الاقتراع. ينضم معي سعادة القنصل العام شريف. سعادة القنصل، لو تحدثنا عن نسبة الإقبال خلال الأيام الماضية الثلاث. طبعا نسبة الإقبال خلال الثلاث أيام الماضية كانت نسبة كبيرة جدا وفقت كل التوقعات حقيقة. عدد المصوتين حتى مساء أمس وصل تقريبا 19,000 مصوت. النهاردة بدأت نسبة الإقبال تبدو متوسطة، وده شيء متوقع طبعا، بس أولا بسبب أنه أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، وفي ضوء مد فترة التصويت ليوم خامس، وبالتالي الناس عارفة أن ما زال هناك فرصة للتصويت. نتوقع زيادة العدد في فترة بعد الظهر إن شاء الله، وحتى مساء غدا إن شاء الله. مثل ما نلاحظ يعني الصندوق بخلفك، الصندوق الأول امتلأ والصندوق الثاني بدأ يمتلأ النص، يعني أتوقع أن يعني العدد يتجاوز كم تقريبا حتى نصل لليوم الخامس والذي تم تمديده غدا الاثنين؟ والله لو مشينا بنفس المعدلات اللي كانت في أول ثلاث أيام، أتوقع أن العدد يتجاوز يمكن 25,000 مصوت إن شاء الله. زي ما حضرتك ذكرت، في فعلا صندوق امتلأ والصندوق الثاني على وشك يمتلأ، وعندنا صناديق إضافية كثيرة مستعدين أنها تكون موجودة إن شاء الله. سعادة القنصل، لا يعني لليوم الرابع لم تسجل أي اختراقات أو مخالفات لدى العملية الانتخابية هنا في دبي؟ الحقيقة منذ بداية عملية التصويت لم نسجل أي تجاوزات أو أي عوائق تذكر. السمة الرئيسية في عملية التصويت أن جميع بيحضر بروح عالية جدا من الوطنية والحب والحماسة اللي بتجعلهم ينتظرون لمدة 3 أو 4 ساعات في أمام مقر القنصلية للتصويت دون أي شكاوي ودون أي تذمر، بل بالعكس يعني هم بيقوموا بهذا من بوعي شديد جدا وحرصا منهم على ممارسة حقهم الدستوري وأن يكون لهم دور في تشكيل مستقبل بلدهم. سؤال الأخير سعادة القنصل، يعني هل توقعتم قبل العملية الانتخابية هذا الإقبال الكبير؟ يعني عدد كبير من كبار السن، الأطفال، العائلات، النساء قبل الرجال، هل توقعتم بهذا يعني هذا الإقبال الكبير؟ بمنتهى الصراحة أنا شخصيا لم أتوقع هذا الإقبال الكبير. أنا كنت طبعا أتوقع أن هيكون في زيادة في الأعداد عن الاستحقاقات السابقة في ضوء إلغاء شرط التسجيل المسبق، ولكن زي ما ذكرت الإقبال فاق توقعات، ودي حاجة يعني تسعدنا جميعا. وإحنا الحمد لله كنا كقنصلية عامة كنا على أتم استعداد لاستقبال المواطنين، واعتقد ان احنا نجحنا الى حد كبير، وليس فقط القنصليه المصريه في دبي ولكن جميع البعثات الدبلوماسيه نجحت في توفير مناخ ملائم ومناخ ممتاز لاتمام العمليه الانتخابيه بشكل جيد الحمد لله. شكرا لك.